تعليقك على هالموضوع؟ شوف، أولا أمسي عليك بالخير وعلى الزملاء الكرام وعلى أيضا المتابعين الكرام. موضوع النصر والاتحاد والاتحاد والنصر في تلك الفترة فعلا أخذ أبعاد كثيرة صراحة، وكان له ردود أفعال واسعة. وأنا أذكر يعني على خلفية هذا الموضوع حتى على مستوى الإعلامي كان في تراشق كبير صراحة حول القضية، وهذا يعطي انطباع على أن الموضوع كان يعني في أوجه، وكانت الاتحاد إدارة الاتحاد يعني كما ذكر في تلك الفترة هي بدأت بالشكوى، إدارة النصر يعني كان لها دفوعاتها أيضا، وأيضا أعتقد أنها ردت. الغريب اليوم أن نخرج بالصلح أو بوادر الصلح صراحة. يعني إلى متى؟ ليه الغريب؟ الغريب إلى أنا أقول ليش؟ لأنه إلى متى؟ إلى متى ونحن نتحدث عن قضايا مثيرة وتأخذ أبعاد كثيرة، ثم نتفاجأ بالنهاية بأنها تنتهي بالصلح أو حب الخشومة أو سميها زي ما تسميها. يعني المفروض حقيقة دام أنه فيه أحد مخطئ يتحمل مخطئ، يتحمل إن كان هناك مفاوضات. يعني لاحظ أنه كانوا في البداية يتكلموا عن الأستاذ العزيز عبد الرحمن الحلافي وأنه هو مقام مفاوضات، ثم تحولت بعد ذلك إلى شخصية أخرى في النصر، ثم دار في شائعات كان في الموضوع وفي كلام كثير دار في الفترة ذيك. كان في تأكيدات اتحادية أنه في فعلا مفاوضات اللاعبهم وفي الممر وقالوا في الغرفة، كثير الكلام كان يدور حقيقة. أنا كنت أتمنى صراحة أنه يعني فعلا دام أنه في شكوى قدمت أن يبت فيها بشكل رسمي دون المسألة، لكن يبدو أنه زي ما ذكر في آخر الخبر أنه كان أنه هناك في تبادل صفقات أو في صفقات قد تخرج يعني للاتحاد من النصر، خاصة على مستوى أنه في حديث كبير عن الكابتن عمر هوساوي اللي أخذ يعني ورقة مخالصة من إدارة النصر نهائية. النصر عنده كثير من اللاعبين اللي يعني يرغب في التخلي عنهم وكذا، ربما الاتحاد أيضا في حاجة، ربما هذا ما عجل حقيقة بالصلح من وجهة نظري الخاصة. لكن هذا لا يلغي أنه من المفترض حقيقة، وإن كان الصلح يعني طيب دائما وشرع وموجود في الحياة في أواصل الحياة ويقضي على كثير، لكن إيه بس لما يكون أنا أعتقد في النهاية ما فيها مشكلة. يعني أنا أقول لك إذا كانت القضية بهذا الشكل، لكن اللي تابع الأبعاد اللي حصلت بعد المشكلة حقيقة يستغرب أنها تنتهي بهذه الطريقة. أنا ما أدري طبعا إيش التفاصيل، هل فعلا إدارة الاتحاد نازلت، هل إدارة النصر قربت وجهات نظرها، هل كان هناك لقاء، أم هو قرار يعني قادم من برا بالصلح الزامي، ما ندري بالتفاصيل. لكن تبقى الناديين كبيرين، واكيد انه يعني بوادر الصلح يعني في النهايه كثير من قضايانا تحل بهذه الطريقه صراحه. حقيقه كثير من قضايا الرياضيه الموجوده والمحتدمه بين الانديه الجماهيريه تنتهي بالصلح. طيب